أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا كنت محرم للعمرة. يقول أحسن الله إليكم: أنا كنت محرما للعمرة، ثم استلمت أثناء الطواف الركن اليماني، ثم وأنا أطوف فإذا براحة طيب في يدي، فهل علي شيء؟ يقول أحسن الله إليكم: أنا كنت محرم للعمرة، ثم استلمت أثناء الطواف الركن اليماني، ثم وأنا أطوف فإذا براحة طيب في يدي، فهل علي شيء؟ لا لا بأس، طيب الركن وطيب الحجر الأسود لا بأس بذلك، لأنك لا تقصد الطيب، أنت ما تقصد الطيب، وإنما تقصد استلام الركن واستلام الحجر وتقبيل الحجر، أنت لم تقصد هذا ولا يضر هذا. نعم.